مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن ظاهرة غريبة عجيبة منتشرة بمجتمعنا وبكثرة للأسف، وهي ظاهرة العواء على الكلاب. كيف يعني؟ بتلاقي شاب أو صبية بمشي كلب، حد ماشي أو سايق سيارة أو من البلكونة أو من الشباك ببدأ يعوي على الكلب. هو ليه؟ ما بعرف، يعني مش تلاقي أنا أي سبب منطقي إنهم يعملوا هيك. فهي هذه ظاهرة فعليا مثيرة للإشمئزاز وبتوطي من قيمة الفكر في مجتمعنا للأسف. لازم تساعدوني إنه نمسح هذه الظاهرة من مجتمعنا. والأغرب لسه من هيك إنه هو نفسه هذا الشخص اللي بعوي على الكلب سواء ماشي أو من سيارة أو من بلكونة أو شباك، إذا شاف كلب بلدي ما بعوي عليه، بس بعوي على كلب ماشي مع شخص ما بتعرف ليش. هل هي بحاول يخلق لغة تواصل؟ ما بعرف، بس هي فعليا ظاهرة مقرفة مثيرة للإشمئزاز. في ناس بحطوا بارك كولر على كلابهم، لا، الأولى هدول الأشخاص اللي بيعملوا هيك ينحط عليهم بارك كولر. فلو سمحتوا شيروا هذا الفيديو، شاركوه عشان نمسح هذه الظاهرة من مجتمعنا. وزي ما حكيت قبل هيك، احنا بنلتقي نرتقي في هذه الفيديوهات، وشيروا الفيديو ومشكورين على المتابعة والدعم والمشاهدة.